السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو سيكون عن الجزء الثالث، وهذا الجزء سوف يعجبكم. سوف ننزل إلى الطابق السفلي. هنا آيس كريم ومتجر وملعب. هيري لحظة، ونكون قد اشترينا هذا الملعب. لحظة، نكون قد اشترينا هذا. هاي اللي اجي، تعال خذ المباراة وخذ الكرة. خذ مدرة، أخذ هيا فلنضعهما كي يلعبا. فيبا، واو، ها 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 ها، أخذت نقطة. أنا دوري، ها ها ها، أخذت نقطة. آيس كريم، آيس كريم، لماذا، لمن يريد آيس كريم؟ لماذا صعدنا إلى الطابق العلوي؟ آسف جدا لأننا صعدنا إلى الطابق العلوي. أنا أريد آيس كريم، يامي، هذا لذيذ، وأنا أريد عصير، يامي، هذا لذيذ. أوهوهو. هذا مسبح، إنهم في المسبح الآن. لحظة، هيا تعالوا يا أولاد، تريدون ماء أو تريدون منشفة؟ لا شيء، حسنا. ماء، ماء، لمن يريده ماء، 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 خذي نظارة، شكرا، تفاحة، شكرا. أوه، هذا رائع، أنا سباحة ماهرة. ها سوف آتي. ويبا، أنا أيضا ويبا. الكل أتى. حتى العاملة أتت. بقي لنا الجد، الجد لا يعرف السباحة. يا أولاد، لماذا أنتم تسبحون وأنا لا؟ أرجوكم أجيبوني، أرجوكم. مناسف، مناسف، مناسف ساخنة لمن يريدها. خذ منشف. أو لا، منشف، أنا أخذت منشف. أوه،
يا له من شفا. اوه كريمة الشمس. هذا المسبح خاص بالأطفال الصغار، انزلوا كلكم. هيا حسنا حسنا، نحن أطفال. أنت كبيرة وأنت كبيرة وأنت كبير. نعم هكذا. وأنا صغير أيضا. أوه هذا جيد. أهلا صديقي، أهلا صديقتي. أوهوهو أنا جد، أوهوهو أنا جد. ولا تنسوا الاشتراك والاعجاب بالفيديو وشكرا. وهذه سوف تكون نهاية هذه القصص، القصة الأخيرة من نهاية هذه القصص. لن أضع قصص أخرى عنها، فهمتم؟ و لا تنسوا الاشتراك والاعجاب بالفيديو. شكرا على 83 مشترك. يلا باي.